تواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة. هذا وقد تمكنت الوزارة من ضبط عدد من القضايا بعدد من المحافظات. حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار وجلب وتهريب المواد المخدرة، حيث تستمر المواجهات الحاسمة لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في هذه الأنشطة. فوزارة الداخلية تشن حملات مكبرة على مستوى جميع المحافظات، نتائجها تساقط تلك العناصر وإحباط محاولات الجلب والتهريب. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن السويس نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة من شرق لغرب قناة السويس. وتمكنت من استهدافه وضبطه وبحوزته 15,000 تربة لمخدر الحشيش تزن طن ونصف، و780 لفافة لمخدر البانجو تزن طنين، و200 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 112 مليون جنيه. لم تقتصر النجاحات الأمنية في مكافحة المواد المخدرة ومحاولات إغراق البلاد بها عند هذا الحد، فقد استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد العناصر الإجرامية بالجيزة تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش، وتمكنت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبطه بمسكنه، وبحوزته 2,100 تربة لمخدر الحشيش تزن 210 كيلوغرامات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 14 مليون و700 ألف جنيه. واستمرارا لتلك النجاحات، فقد وجهت الإدارة حملات أمنية مكبرة بالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب وترويج المواد المخدرة. وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 21 عنصراً إجرامياً بنطاق محافظات القليوبية والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح تخصصوا في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم أكثر من 810 طرب لمخدر الحشيش و85 كيلوغرام لمخدر الهيدرو و15 كيلوغرام لمخدر الهيروين، وكمية تزن أكثر من كيلوغرام من مخدر الآيس، وأكثر من 3,000 قرص مخدر، وكميات من مخدري الأفيون والكوكايين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 12 مليون و700 ألف جنيه. ومع استمرار المواجهات الحاسمة التي تخوضها أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية الضالعة في الإتجار وترويج المواد المخدرة، وجهت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط حملة مكبرة لاستهداف عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة بأسيوط، وتمكنت من ضبط عدد منهم وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو تزن قرابة 3 كيلوغرامات وأربع بنادق آلية وطلقات نارية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه. ومع تواصل الجهود الأمنية لتجفيف منابع المخدرات بهدف حماية الشباب من الوقوع فريسة للإدمان، فقد وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية مكبرة بمحيط المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لاستهداف مروجي المواد المخدرة ممن يستغلون التجمعات الطلابية والشبابية لترويج سمومهم القاتلة. ونجحت هذه الحملات في ضبط 85 قضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها 95 متهماً، بحوزتهم 45 كيلوغرام من مخدر البانجو وقرابة 17 كيلوغرام من مخدر الحشيش
ونحو 9 كيلوغرامات من مخدر الهيروين و4 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وأكثر من كيلوغرام من مخدري الآيس والكوكايين وأكثر من 5000 قرص مخدر ونحو 3000 قرص وأنبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب3,900,000 جنيه. وقد لاقت هذه الحملات إشادة كبيرة من المواطنين لدورها في الحفاظ على الشباب والمجتمع من أضرار وتداعيات المواد المخدرة، كما أنها تؤكد على اليقظة والجاهزية والاحترافية الكبيرة للأجهزة الأمنية في مكافحتها للمواد المخدرة والحفاظ على البلاد من آثار تلك السموم القاتلة.